انت بتعمل ايه يا فان؟ انت بتتمرن؟ يس. انا شايف اللي انت بتعمله ده ملوش اي قيمه يا فان. اللي جاي لنا ده عباره عن سيلفستر ستالون وارنولد وفان ديزل مضروبين في الخلاط مع بعض. الراجل ده لو اتكرع ممكن يطربع الديكور علينا في الصحراء. دونت وري رامز، دونت وري. لا انا وري، انا وري ونص. بقول لك ايه، جو الاكشن والبواني والشلاليت والفرمانش ده مش هياكل معاه. يا نهار اسود، هيز كامينج، هيز كامينج. يلا يلا يا نهار اسود، ده ما جاش بالعربيه بتاعتنا يا جماعه، ده جايب اوبر. العربيه يا جماعه ماشيه بتغرز في الرمل، العربيه بتقل بتنعر. هاي كيفك؟ لا انت بتفتحي فجاه كده، ممكن يطرشك بظهر ايده. خبطي الاول يا بنت. Very nice to meet you. يا نهار اسود. لا يا جماعه، انا رايي بعد اللي انا شايفه ده نلغي الحلقه ونروح بكرامتنا احسن. انا شانتال معلوف، تاجر مواشي نازل علينا. هو لك ثانك يو. بصوا يا جماعه، البنت واقفه جنبه كانها سنجاب. تلبس هاي بليز. هي مثل اكسس كلنا عنا اياها، ليميتد اكسس. ده ما عندوش كتاف يا جماعه، ده عنده سلم جمل في كتافه. فبهيدا بصير بدك تروح حمام او كيترينج. ده مش لابس جزمه يا جماعه، ده لابس في رجله بانيو. احنا هون عم بيصوروا مشهد يا جماعه. انا بعد اللي انا شايفه ده احب اقدم احترامي لاي واحد اسمه رامي. بجرامي يا مامي. فبنطلع على الكارافان بليز منتور لبين ما نجهز. يا نهار اسود، هو ده حقيقي ولا جرافيك يا جماعه؟ قد ايه سالك بالرياض؟ يوم اوكي. بقى لي يوم في الرياض، بس كسرت فيهم بتاع 20 محل. تفضل من هون. حاسب على السلم يا بجرامي، لا ياخدك ويقع.